خلونا نشاهد هذا التقرير مع علي الحلفي ومن بعدها راجعين. بدنا نشوف مجتمعنا بيتجه هواي العمليات التنحيف او الرجيم او الرياضه، انت برايك شو الافضل، رجيم او الرياضه او الادويه الجراحه؟ سولفي لي على هذا الموضوع. بالنسبة لي أكيد أعتبر أنه الرياضة أنه هي الأفضل، كون أنه صح ما تحصل نتائجها بسرعة، بس بشكل عام ما راح تتعرض للأخطار. مثلا العمليات اليوم إحنا نشوفه هواية الأطباء مو أكفاء صراحة، فتلاحظ أنه من هاي الناحية أنه العمليات قد تكون فاشلة، قد تأثر تأثير سلبي على الجسم بعدين حتى لو نجحت، بس ممكن تأثر. مثلا عملية قص معدة، مثلا عمليات هواية خلينا نقول عليها. والله الرجيم أحسن، الرجيم أحسن والرياضة بعد أحسن، الجراحة أنا ما أشجع عليها. برأيك شنو، الرجيم لو الرياضة لو والله هي الرياضة والأكل الصحي أفضل من العمليات الجراحية. الأفضل الرجيم أحسن يعني من كل شيء. أكو أدوية يعني مثلا عشبية أوكي بيها مجال أوكي، بس الغير كيميائية لا، أنا ضد هذا الموضوع، يعني أدوية الكيميائية أنا ضدها. أما السمنة كسمنة عامة يعني الأفضل هي الرياضة، أكو تمارين رياضية، أكو كورسات رياضية تدعم هذا الشيء، وممكن نسوي الشخص يعني كشخص يعني جسد مرتب سمنة تقلب هذا الموضوع. أهم شيء الرياضة والتمارين الرياضية الصباحية والدايت هو اللي يقلل يقول نشاط الجسم حلوة، والدايت أهم شيء. أنت برأيك؟ أنا برأيي أبتعد عن عمليات التجميل وأدخل الجيم، هسه أنا أشوف نشاط رشيق لأن أنا محافظ على رشاقتي، بس يعني اتجاهل عمليه التجميل لا ما احبه، اهتم برشاقه ثانيه وعلى جسمي.